رئيس متواضع وبسيط، يعني ما يفطرش مرام ويعشينا احنا سميد. نضيف بس نضافته في ذمته وعقله النبه، مش في خطوط بدلته ولا في صمت الصبغه. كلمته واحده ورايه صارم طول عمره، ما يرقصش الانكل سام ولا يطبلش طول عمره، ما بيسمعش لحد وما بيقبلش النفاق. اعلامه ما فيهوش مكان للبقري ولا العكاشه خالص، راسه مرفوعه وعينه مش مكسوره، ما يفرقش معاه مكانه فين في الصوره، عنده رؤيه وخطه تقودنا سنين لقدام، ويا ريت ما نسمعش فيهم حاجه عن المدام. مشغول بقضايا الامن والصحه والتعليم والفساد. شكرا. مش فاضي يحل مشكله موضوع التعبير بتاع الطالبه سعاد. فاهم ان اصل المشكله في المرور والزباله والبطاله، مش في الاربع عيال اللي خلفتهم الحاجه المهاله. يوظف سياساته في تقديره لشعب ثائر، ما يسوحناش معاه لما يتقمص من السودان ولا الجزائر، يعرف يخاطبنا بلغتنا ويعيش معانا الحدث والزمان من غير ايها الاخوه المواطنون والقفله اياها بتاعت البيان. يمشي في الشوارع من غير حراسه ويشوفها على حقيقتها من غير ما نجيب له سان دييجو في الدراسه. ما يقعدش هو واصحابه على الالقاب يتعازم، اشي ضربه جويه واشي نبي وبلوفر وستبن واللازم. نحس انه على فلوس البلد بيخاف، وهو يعتبرهم اخوات الشويه اللي تحت اللحاف. قانونه فوق اللواء والوزير والنائب والجميع، وطنط سهير وماما وبابا وابيه وانكل شفيع. يسهر على مشاكلنا وننام نصحيه، وان شاء الله لما تفرج بايدينا نرجع نغطيه. يقتدي بمهاتير واردوغان ولي كوان يو من غير ما اخترناه ولا بيعناه ولا الصح تدحن بوه. يزرع امن ودرة بدل الخوخ والكنتالوب، ولو كمل جميله بقصب نبقى نفتكره بشكر، عارف انه داخل على مسؤولية ومشاكل وخدمة بلد بحجم مصر، عارف ان حمايته الحقيقية في شعبه مش في حرس جمهوري ولا في حيطان القصر.